مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواصل التحديات والانطلاقات على أرضية هذا الميدان، حيث ينطلق شوطنا الحادي والعشرون، يحمل تحديات فئة الإبكار. اللقاية من المسافة هي 5 كيلومترات، الإبكار المحليات الأصايل. شوط يحمل أسماء قوية وشعارات حضرت في هذا الشوط وفي هذا التحدي الرائع والجميل. نبدأ مع المركز الأول ونبدأ مع مقدمة هذا الشوط. هناك البداية مع ابتهال خليفة بن مصبح بن عبيد بن يولك الاكتبي، يقدم ابتهال على المركز الأول. المركز الثاني هناك الوصول في ثاني المراكز من يماله على المركز الثاني، يقدمها محمد بن عتيج بن علي الاكتبي، يقدم لنا يماله على المركز الثاني. المركز الثالث هناك وديان أحمد بن عبيد بن حميدان الفلاسي، قادم مع المركز الثالث. المركز الرابع هناك الوصول مع الظبي سهيل بن محمد بن خلفان بن راشد المزروعي، قادما في هذا التحدي الممتاز. وايضا المركز الخامس الواصلة في هذه اللحظات مياسة سلطان بن سالم بن عجيل الاكتبي، يقدم مياسة في هذا الانطلاق الممتاز وفي هذا التحدي الممتاز. والمركز السادس هنا الوصول اللي وصلتنا الدانة سيب بن مطر بن محمد بضبيعة الاكتبي، وأيضا هناك الوصول من سلهودة أحمد بن محمد بن سعيد بن العضيلي العامري، وأيضا هناك الوصول من الأسماء القادمة على المركز الثامن اللي وصلت في هذه اللحظات ووصلت بالأداء الممتاز ووصلت بالانطلاق المميز. هناك الوصول من جبارة سليم بن حمد بن سالم بن سليم الاكتبي، وتاسع المراكز تأتينا شومة راشد بن صابر بن سعيد الاكتبي، وأيضا هناك الوصول على المركز العاشر من جود محمد بن سلطان بن بطر بن مرخان الاكتبي، يقدم جود في هذه اللحظات. ولكن نعود إلى الصدارة، نعود إلى المركز الأول، إلى مقدمة هذا الشوط، إلى المركز الأول وإلى شعارك يا بن يوله. يا بن يولك يتقدم هنا ابتهال خليفة بن مصبح بن عبيد بن يولك الاكتبي، وأيضا لكن التغيير اللي حصل وجرى في هذه اللحظات، اللي حصل وجرى من قبل هذا الشعار، من قبل هذا الاسم الممتاز والرائع والجميل، ليتقدم بهذا الانطلاق المميز والرائع والجميل على المركز الأول. غيرت يماله محمد بن عتيج بن علي الاكتبي، يقدم يماله في هذا التحدي الممتاز. المركز الثالث هناك الوصول من وديان أحمد بن عبيد بن حميدان الفلاسي، وأيضا المركز الرابع هناك الوصول والتحدي في رابع المراكز من الدانة سيب بن مطر بن محمد بضبيعة الاكتبي على المركز الرابع. والمركز الخامس هناك الظبي سهيل بن محمد بن خلفان بن راشد المزروعي، قادما في هذا التحدي الممتاز على المركز الخامس. المركز السادس هناك الوصول مع جبارة سليم بن محمد بن سالم بن سليم الاكتبي، حاضرا في هذا الشوط على المركز السادس. وايضا هناك المركز السابع هناك الوصول والتحدي، او المركز السابع بالفعل هناك الوصول والتحدي في هذه اللحظات من شعار بن العضيلي القادم سلهودة أحمد بن محمد بن سعيد بن العضيلي العامري، وأيضا هناك شعار بن صابر مع شومة راشد بن صابر بن سعيد الاكتبي، وأيضا هناك الوصول مع المركز التاسع اللي وصلت في هذه اللحظات، وصلت في هذا الانطلاق مياسة سالم بن سلطان بن عجيل الاكتبي. وعاشر المراكز هناك عاشر المراكز مع شواهين خليفة بن حليس بن راشد الاكتبي. مشاهدينا متابعين الكرام، هذه العشر المراكز الأولى المتقدمة في هذا التحدي الممتاز. نعود لك يا بني أولك إلى المركز الأول. الله الله، غيرت ابتهال إلى المركز الأول. خليفة بن مصبح بن عبيد بن يولك الاكتبي مع المركز الأول، مع الأداء الممتاز، مع الانطلاق الرائع والجميل، مع المركز الأول ومع صدارة هذا الشوط، تتقدم بهذا التقدم الممتاز وبهذا الاندفاع المميز على الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني وصلت يماله مع المركز الثاني محمد بن عتيج بن علي الاكتبي، يقدمها في هذا الشوط وفي هذا التحدي الممتاز. والأسماء قادمة والشعارات متقدمة في هذا التحدي الرائع والجميل في هذا الشوط.
الله 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 الله. وصلت ايضا على المركز الثالث، وصلت على المركز الثالث وديان، وديان احمد بن عبيد بن حميدان الفلاسي يقدم، يقدم وديان جارفه معها الوجان وديان التحدي والمنافسه في هذا الشوط. الله 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 الله. وصلت على المركز الخامس، وصلت على المركز الرابع او الرابع نعم شومه راشد بن صابر بن سعيد الكتبي من قدمها في هذا الشوط. ولكن بنيولك، بنيولك والعصافير ابطال، بنيولك مع ابتهال، مع ابتهال ابتهال وعصاتها راكده وامنه في ابطانها. ولكن بنيولك حذاري من الشعارات القادمه، ركز لي ركز لي على المركز الثاني. هناك وديان، وديان وديان احمد بن عبيد بن حميدان الفلاسي قادمه، قادمه بكل قوه، قادمه بكل قوه. وايضا شومه بن صابر، بن صابر بن صابر ما فيها صبر يا بن صابر. يقدم شومه، شومه راشد بن صابر بن سعيد الكتبي يتحرك في هذه اللحظات، في هذه اللحظات، اللحظات الاخيره، اللحظات المريره، ال 700 متر النهائيه، ال 700 متر النهائيه والبدايه مع وديان، وديان وديان راحت مع المركز الاول وديون. هناك شوف الله 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 الله. وصلت 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 جود، جود جود وبالعطايا تجود، وبالعطايا تجود. الله الله الله. وصلت 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 جود وغيرت جود. لا حلول، لا حلول لابن مركان. يقدم، يقدم هذه النوعيات، يقدم هذه النوعيات. سلام يا ابن مركان، ما شاء الله على هذا الاداء، ما شاء الله على هذا الانطلاق، ما شاء الله على هذا الابداع. ليتقدمه جود محمد بن سلطان بن مركان الاكتبي النقطه العاشره، النقطه العاشره. سلامي عليك يا بن مركان، سلامي عليك يا راعي جود، جود وبالعطايا تجود، وبايضا بالانجازات تجود، بالاداء الممتاز. سلام مشكور يا محمد يا بن علي العويسي. من يتابع هذا الشعار لحظات الوصول الى خط النهايه معلنه هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني شومه لراشد بن صابر بن سعيد الاكتبي، المركز الرابع هناك الوصول مع بشعار بن يولك، المركز الخامس هناك لابن حميدان. التوقيت الزمني 7:52 تهانين للناموس. والنقطة العاشرة لك يا بن مرخان يا محمد يا بن سلطان يا بن مرخان الكتبي مع جود تحقق النقطة العاشرة. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار.